الرباط مدينة الأنوار، عاصمة الريادة والحضارة والتاريخ، قطب حضاري ورافعة للتنمية، تحولت إلى مدينة تضج حيوية وبهاء ونماء، وتسير على خطى العواصم العالمية من خلال برنامج تنمية الرباط الذي أطلق عليه جلالة الملك حفظه الله مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية. بدأت ثمار الرباط عاصمة الأنوار تظهر في البنيات الثقافية والتحتية بتثمين الموروث الثقافي والحضاري. هكذا تبدو الرباط بساكنتها وروادها وضيوفها. كانت محطة عبور فأصبحت مدينة استقرار وإنجاز لمشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى، وتسعى منهجية سياسة القرب الملكية إلى بلوغ عدة غايات أساسها تحقيق مداخيل مستدامة وجعل مختلف الفضاءات والمحطات النموذجية التضامنية منصات للتجارة الرائجة والتسويق الناجح. التقدم والتنمية عاملان أساسيان في مسيرة الإصلاح، ولأجل ذلك يقوي جلالة الملك حفظه الله حركية التطوير والتحديث، ويقوي جلالته دوائر النهضة والتقدم، وهو جهد ملكي سام نقابله بالوفاء تعبيرا خالصا مخلصا لجلالة الملك، نقابله بالولاء والطاعة والانخراط الدائم، نقابله بالشكر لله على ما من علينا من خيرات، وبالعرفان لجلالة الملك الذي يواصل مسيراته المباركة ويعمق ولوج الوطن بكل ربوعه في مراحل جد متقدمة من النماء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. نقابله بالدعاء إلى الله أن يتولى جلالة الملك بنصره وتوفيقه، وأن يحفظ على الدوام تلك اللحمة من فيض المشاعر والأحاسيس التي ربطت قلوب المغاربة بجلالة الملك وسواعد أبناء الشعب المغربي بأوراش الإصلاح التي يتبناها جلالة الملك حفظه الله. وعلى هامش حفل التدشين وبعين المكان، تقدمت للسلام على جلالة الملك المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السيدة أودري أزولاي. وبهذه المناسبة أجرى جلالة الملك مباحثات مع السيدة أزولاي همت صون وحماية التراث غير المادي. ويشرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على تدشين المحطة الطرقية الجديدة للرباط، وهو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي لمدينة الرباط، يساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة، وكذا تعزيز إشعاع صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها. تتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة 22 مكانا في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة القامرة. وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت، فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية بإمكانها استقبال أزيد من 10,000 مسافر يوميا في مقابل 6,000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة. كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا، فيما لم تتوفر محطة القامرة سوى على 15 محلا. ويعكس هذا المشروع الذي تطلب إنجازه
تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم، العزم الوطيد لجلالة الملك على تمكين مدينة الرباط من بنيات تحتية في مستوى مكانتها وتستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزوار، وفضلا عن بنائها وفق هندسة معمارية متفردة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة وتوفيرها لولوج مباشر للطريق السيار الرباط الدار البيضاء، فقد تم تشييد هذه المحطة على مساحة أرضية تفوق مساحتها 8 هكتارات بالمدخل الجنوبي للطريق السيار الرباط الدار البيضاء وعلى مقربة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وتستجيب المحطة الطرقية لضوابط معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين وتعزيز جاذبية المحيط الخارجي وضمان مقومات الأمن والسلامة وجودة الخدمات. وتعتبر المحطة الطرقية الجديدة للرباط بنية لوجستيكية من الجيل الجديد، حيث تعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين وضمان إدارة متلى لعمليات نقل المسافرين واللوجستيك، بالإضافة إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر، وبالإضافة إلى ضمانه لربح أكبر للوقت. يساعد هذا النظام في معرفة أوقات انطلاق ووصول الحافلات ومسارها، مما يسهل عملية البحث عن الرحلات وتفادي الوسطاء ومكافحة كل زيادة غير مشروعة في أسعار التذاكر، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي يمكن من ربط مختلف مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة. كما تضم المحطة الجديدة بنيات تحتية وتجهيزات متنوعة تمكن المسافرين وزوارها من الحصول على أفضل الخدمات في احترام تام لشروط الأمن والسلامة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على مهني النقل الذين ستتوفر لهم ظروف جيدة للاشتغال استجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم لتمكينهم من تحسين تنافسيتهم والرفع من رقم معاملاتهم وصون كرامتهم. إنها الرباط تتزين بمحطة طرقية جديدة، إنها الرباط تتضوأ بهذه المعلمة الشامخة التي تضعها في مصاف الحواضر العالمية الكبرى، الرباط التي أصبحت تتوفر بفضل العزم الوطيد لجلالة الملك حفظه الله على بنيات تحتية في مستوى مكانتها ودورها المستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزوار. إنجاز كبير أعطى انطلاقته جلالة الملك، ويندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة المتوازنة لرباط الأنوار، ويعتبر جزءا من الجيل الجديد للمحطات الطرقية، وبالتالي فهو يشكل قطبا حضريا ورافعة للتنمية.